مقدسه تكون معنا امين. ماذا نقول ايها الاخوه الاحباء على معصيه يهوذا الذي اسلم سيده؟ قيل ان واحدا من الاثني عشر الذي هو الاسقريوطي مضى الى رؤساء الكهنه وقال لهم: ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ فساوموه على 30 من الفضه. يا لهذا الجهل العظيم، وبالاحرى يا لهذه المحبه العظيمه للفضه التي هي اصل لكل الشرور. لان هذا لما اشتهاه باع معلمه الصالح وسيده البار، فطبح بنفسه في هوة الهلاك، لأنه كم هو رضيء حب المال، فهو مجلبة لكل شرور وأردأ من حبل الشياطين. فالنفوس التي يتسلط عليها يجعل أصحابها يجنون ولعن بها، فلا يعرفون ذواتهم بل ويتعانون عن معرفة الآخرين، ويرفضون ناموس الطبيعة، ويكون قلبهم فزعا حائرا. انظر كم من النعم نزعتها محبة الفضة من نفس يهوذا، لأن سيدنا يسوع كان يخاطبهم علانية عن هول الجحيم ونعيم ملكوت السماوات، ويعرف كل واحد مقدار عذاب القضاء، ويكرم كل المجاهدين لخلاص نفوسهم. فلنختم عظه ابينا القديس يوحنا فم الذهب الذي انار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. Amen.
جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. انظروا دعواتكم يا إخوتي أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، وليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، فاختار الله جهلاء العالم فيخزي الحكماء، واختار الله فيخزي الحكماء، واختار الله أعضاء العالم فيخزي الأقوياء، واختار الله أديان العالم والمصداق وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يختفي كل بشر أمام الله، ومنهم أنتم أيضا بالمسيح يسوع الذي صار من حكمة من قبل الله برا وقداسة وخداعا، حتى كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. وأنا لما جئت إليكم يا إخوتي لم آتي بسموم الكلام ولا بحكمة معلمة إياكم من سر الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مسلوبا. وأنا أتيت إليكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكن بكلام حكمة إنسانية ممنعة، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانا بحكمة الناس ولكن بقوة الله. نعم القرن هذا الشكر الأبان الذي في السماء يتقدس اسمك يا ملكوت الكون.
Amen.
E
يخون ايبي ابري توريون نيشوب ذي ايبي او انسوبو امبو ايبون ابي ابتوتي ابرتوريون ايناج انوسو شادو او اومن بي باسفان فلم يكن
لكان المرتدي يحاربون عني
سيد مخلصنا الصالح بركاته على جميعنا امين. فاجر يوم الجمعه اجتمع رؤساء الكهنه معا وصنعوا الحكم على المخلص لكي يسلموه الى بيلاطس ليدخله. فيهوذا لما نظر مكان ندم على ما فعله واعاد الفضه الى رؤساء الكهنه قائلا: اني القيت للحكم دما زكيا. فمضى وخلق نفسه وحده واكمل اسما على اسم. فاخذ رؤساء الكهنه الفضه وابتاعوا بها حقل الباخور لكي يكمل الرازقين من اجل الثلاثين من الفضه ثمن الزكية. فاقاموا يسوع امام بيلاطس فساله: اانت ملك؟ فاجاب يسوع: انت قلت ام اخر اخبرك؟ انا ولدت يا بيلاطس من اجل المملكه. فاشتكوا عليه كثيرا فلم يجب المبارك بشيء. فقال بيلاطس: اما تسمع هذه الشهادات الكثيره؟ فلم يفتح فمه ليقول كلمه. فتعجب الوالي جدا من اجل صمته وهدوءه: كيف يفتح الحمل فيا وهو الذي اتى ليحمل خطايا العالم؟ وقد شهد اشعياء من اجله قائلا: ان مدينته قد ارتفعت مثل الخروف. قد كملت اليوم هذه النبوه في اورشليم في وسط اسرائيل. يبكي عليك بنوك اليوم يا اورشليم يا قاتله الانبياء. هذا ليس نبي لكنه اله ودمه يملك الاثام. المسيح مخلصنا يا رب تألم عنا لكي بالام يخلصنا. Yeah.
الله إلهنا من متاع بهم ويغفر
هذا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والدوام وينفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعات المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. المطلوب عن هذه البصمة المقدسة التي لمخلصنا صالح لكي يكملها لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمين ويغفر لنا خطايانا. Jesus, 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 Jes
يوحنا الإنجيلي والقديس مرقوريوس أبو سفير وبركة البصمة المقدسة التي لمخلصنا الصالح فلتكن معنا إلى الأبد بخريستوس النوت. آمين. قد أتاني السيد الرب لسان العلماء
إذا صار الأمر كلامه في الأسحار جعلني وزادني أذنا لأسمع تعاليم الأمر لكي تنفتح أذناي، وأنا لم أقاوم بل بذلت ظهري للضرب وحدي للنظر ولم أرد وجهي عن خزي وخصام، والرب كان لي عونا لذلك الأمر لكنني جعلت وجهي كالصخر الصلب، وعلمت إني لا أخفى لأن الذي يبررني قريب مني، من يحاكمني وليقترب إلي، وذا الرب يعينني فمن يدركني؟ ما أنتم كلكم مثل السوء تبدون ويأكلكم السوس مجدا بالسلوس الأرض السحيم. وأيضا من إشعياء النبي بركاتهم على جميعنا أمين. ويل لأنفسهم لأنهم تأمروا وتأمر على أنفسهم قائلين بنفس الكبار أنه غير نافع لنا، والآن يأكلون من ثمار أعمال أيديهم. الويل لمناطق شرورا كأعمال يديه تؤتى عليه. يا شعبي رؤساكم تبدو لكم والذين يتمسونكم منكم يتصدقون عليكم. يا شعبي الآن يكرمونكم ويضلونكم ويبلغون طريق أرجلكم، ولكن الآن يأتي الرب للحكم ويأتي مع شعبه للمحاكمة مع المشايخ والرؤساء. وأنتم لماذا تلقون نارا على هذا القلب؟ اغتصاب الفقراء في بيوتكم، ما بالكم تظلمون شعبي وتأكلون وجوه المساكين مجدا للثالوث. وأيضا من إشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين. أنت آتي من ألوم والدياب وحام من بصر، باهي هكذا في كل الإعتزاز بالقوة. أنا المتهمل بالعدل المتكلم بالعدل وحب الخلاص، ما ذا الثياب الحمراء ولباس الكدائس المعصرة. إني لستها واحد من الشعوب لم يكن معي أحد، قد دستهم بغضب ووضبتهم كما تطأ الأرض، وأسلمت لهم تمهم على الأرض، لأن يوما نقمة قد جاء عليهم وسنة الخلاص لم أدر. فنظرت ولم يكن من ناصر، وتأملت ولم يكن أحد لديهم سيخلصني ذراعي ورأسي قد أدر، ووضبتهم بسخطي وأسلمت دمهم على الأرض. رحمة الرب ذكرتها وحسنات الرب في جميع الأشياء التي يجازينا بها مجد مسلم. من عانوس النبي بركاته على جميعنا أمين. قال رب الأرض كل إنه ثبت عيني عليه من الشر لدى الخير، وأجعل الأرض تضطرب عند معانوسها وينوح جميع الساكنين فيها، وتطمخ آخرتها مثل نهر وتنطب مثل نهر مصر التي يبني في السماء على ريح ويؤسس وعدي على الأرض الذي يدعو مياه البحر ويصب على وجه الأرض. الرب ضابط كل اسمه. هل عين الرب تتطلع على مملكة القطار ليمحوها من على وجه الأرض؟ إلا إنني لا أستأصل بيت يعقوب استئصالا، قال الرب هذا، أمر وأنقذ كل شعب إسرائيل كما تنقذ الفضة، ولا يترك منها شيء على الأرض، ويموت بالسيف كل قضاة هذا الشعب القائلين لا يقترب إلينا الشر ولا يأتي علينا ميتا للثالوث. من أيوب الصديق بركاته على جميعنا أمين. لما سمعوني أصر وسكتوا عند مشورتي وعلى كلامي لم يزيد، يفرحون إذ قد ابتغوا كما سرأكم منتظرة للمطر، فهكذا هؤلاء أيضا كانوا ينتظرون خلالي. إذا ضحكت معهم لا يصدقوني، والنور لا يثبت من وجهي، ثم اخترت طريقهم وبلدت رئيسا وكنت أسكن كملك في الحصون ومثل قوم النائحين أعزيهم. أما الآن فقد هزأ بي أصغر الناس، والآن يعلمونني شيئا أولئك الذين رددت آبائهم الذين كنت أتركهم مع كلاب الرعاة، لأنهم ليسوا من هذا الموطن. ماذا يفعلون بي بقوة أيديهم؟ الذين فسد تحيهم اخرهم بالعرض والبلاء والعقم، يهربون بالامس في موضع بلا ماء، فساد وشقاء الذين يتركون العشب من الموضع. لا تقتل واصبر لكم طعامهم الاغبياء، الاشرار عليهم جميع الخيرات، يمضغون دخول الحطب من شده البلاء، قام علي اللصوص الذين مساكنهم مغاير الصخور صارفين في مواضع حسب الطنين، الساكنون في
صفحه الاسكندريه طلب تكون معنا امين، لان المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا، لانه لم يخلقنا نحن الخطاه مثل ادم ويصيرنا بشرا فقط، بل لما اهلكنا انفسنا بالخطيه جاء وتالم عنا واحيانا بمحبته، لانه قد جاء الينا كطبيب معلنا لنا ذاته، لانه لم ياتي لنا كمرضى بل كموتى، بهذا لم يشفنا نحن المرضى بل اقامنا نحن الاموات الذين ابتلعنا الموت، ففكنا من رباطاته، لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحيا معه الى الابد، لانه ان لم يكن الرب قد شارك البشريه في الامها فكيف يخلص الانسان، لان الموت سقط تحت اقدام المسيح وانهزم وهو مسبي مضطرب، والجحيم مع قوته رجع الى خلف لما سمع صوت الرب ينادي الانفس قائلا اخرجوا من وثاقكم ايها الجالسون في الظلمه وظلال الموت، اخرجوا من وثاقكم انا ابشركم بالحياه لاني انا هو المسيح ابن الله الابدي، فلنختم عظه ابينا انبا اثناسيوس الرسول الذي انار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. Yeah.
الأموات في خطاياكم، وغلف جسدكم أحياكم معه، مسامحا لنا بجميع خطايانا، اسمح الصدق الذي كان علينا في الفرائض التي كانت ضدنا، وقد رفعه من الوسط مسافرا أيام الصليب، وإذ جرد الرئاسات والسلطات أشهرهم جهارا وفضحهم فينا وقلنا لا تكن عنا. Yeah.
Amen.
أخذ ماء وغسل يديه قداما
المقدس. فصل من الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الرسول، بركاته على جميعنا آمين. وكان في كل عين يطلق لهم أسيرا من طلبوه، وكان المدعو براباس ملتقى مع مثير الفتنة الذين ارتكبوا القتل في الفتنة. فلما صعد الجمع تقفوا يطلبون مثل ما كان يفعل لهم، فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة إنما أسلموه حسدا. أما رؤساء الكهنة فهيئوا الجمع لكي يطلقوا لهم بالحريق براباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: ماذا أصنع بالذي تقولون عنه أنه ملك اليهود؟ أما هم فصاحوا أيضا أصلبوه. فقال لهم يسوع: وأي شر عملا؟ أما هم فازدادوا صراعا أصلبه. أما بيلاطس وهو يريد أن ينفذ مشيئة الجمع فأطلق لهم باراباس، وأسلم يسوع ليبلد كي يصلب. ليجلد كي يصلب. فأخذه الجند إلى داخل دار الولاية ودعوه كل الكتيبة عليه، وألبسوه ثوبا أرجوانيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوا عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويرسخون في وجهه ويبكون على ركبهم ساجدين له. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الثوب الأرجواني وألبسوه ثيابه، ثم أخرجوه ليصلبوه. وسخروا واحد عابرا آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس ورفوس ليحمل صليبه، وجاءوا به إلى موضع الجلجثة الذي تأويه له الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجا بمران. أما هم فهو فلم يأخذها، ولما صلبوه اغتسلوا ثيابه بينهم مطلعين عليها: من الذي يأخذها؟ وكان وقت الساعة الثالثة. Thank you.
فجلس في المدينة. فناداه أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع. فأماه فصرخ قائلين: اصلبه اصلبه. فلما سمع بيلاطس هذا
السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البصحة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته على جميعنا أمين. أنا متحير من هذا النبي ذو الصوت العظيم أشعياء النبي الذي سقط فنظر بالثبت لآلام المخلص التي لله الكلمة، فقال: من هو هذا الآتي من أدوم وثيابه حمراء من بصار، لابسا حل بهي هكذا، ولباسه من الدم الأحمر، كمن يطهر من المعصرة ملطخ بدم عقودها؟ حقا بالحقيقة هو كلام هذا النبي الذي أظهر هذا قبل هذه الأيام بالحقيقة. هو كلمة الإله المخلصنا يسوع كالتدبير لبث الجسد القديم الذي لأبينا آدم وأول الخليقة، وصارت اللاهوتية العلوية متحدة بالبشرية بغير استحالة بما لا يدرك. هي الحلة التي لا تتغير المتحدة مع الإله الكلمة، وصب غضبه على العبرانيين وداسهم في معصرة غضبه ورحمته وبره أعطاهما للأمم الذين صنعهم له شعبا جديدا. فأما إسرائيل فإن البلاد قد استولت عليه إلى الانقضاض. Yeah.
المسلمين والذين أكملوا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا، كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة، والذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلى هنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. المسيح الرؤساء
الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الله إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. Yeah.
بركاته على جميعنا من سفر العدد لموسى النبي
وبكاته علينا الأمير. وسمع الكنعاني ملك دوران المقيم في البريه ان اسرائيل قد جاء عن طريق إفرايم فحارب اسرائيل وسلم منه. فنظر اسرائيل نظرا للرب وقال: ان دفعت هذا الشعب الى ايامينا حرمناه لك مع مدنه. فسمع الرب صوت اسرائيل ودفع اليهم الكنعانيين فحرموهم هم ومدنهم. فدعي اسم ذلك الموضع حرام. ثم ارتحلوا من جبل كور على طريق بحر القرزم وداروا من حول ارض اهدوم. فسطر خلق الشعب في الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا اصعدتنا من ارض مصر لنموت في البريه؟ لانه لا خبز ولا ماء، وقد سأمت نفوسنا هذا الخبز اليابس. وارسل الرب على الشعب حيات قاتله فكانت تلدغ الشعب ومات قوم كثيرين من بني اسرائيل. فاتى الشعب الى موسى وقال: قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب وعليه، فادع الرب ان يبعد عنا هذه الحيات. فتضرع موسى لاجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حيه من نحاس وارفعها على ساريه حتى اذا لدغت الحيه انسانا فينظر الى الحيه النحاس فيحيا. فصنع موسى حيه من نحاس ورفعها على رايه، فكان اي انسان لدغته حيه ونظر الى الحيه النحاسيه يحيا. مجدا للسموس إشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين. مثل كروب سيما إلى الدرك قد حمل صاروخ الأمام الذي يجده هكذا لم يفتح باب فرفع حسن في تواضعه وفيه من يقدر أن يصفه ستنزع حياته من القرب. ولأجل آثام الشعب جاء إلى الموت وصفح في المتجاوز الناموس مجادة تفنو والأغنياء فاتاء الثوب، لأنه لم يصنع أثما ولم يوجد في فمه عش. أما الرب فشاء أن يشفيه من القلوب. وإذا ما أسلمتم ذواتكم ذبيحة عن الخطية فسترى نفوسكم ذرعا عزة كثيرة. وشاء الرب أن يندع الآلام للنفس ويريد النور ويوجد الفكر ويصنع البر ويكون عبدا حسنا للجماعة إذ حمل خطاياهم. ومن أجل هذا هو يرث الكثيرين ويقسم غنائم الأقوياء حيث أسلم نفسه للموت وأحصى مع الأثمة وهو قد حمل خطايا كثيرين وأسلم من أجل الأثم. من إشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين. هوذا الله خلاصي الرب الذي أنا متكل عليه فلا أخاف. مجدي وتسبيحي هو الرب قد صار لي خلاصا. املأوا ماء بفرح من ينابيع الخلاص وتطلبون في ذلك اليوم. سبحوا الرب وادعوا اسمه وبشروا في الأمم بأعماله الكريمة. اذكروا بأن اسمه قد تعالى. سبحوا اسم الرب لأنه قد صنع أعمالا عظيمة. وافرحي يا ساكنة سيون لأنه قد ارتفع في وسط قدوس إسرائيل. ارفعوا راية على الجبال السهلة، ارفعوا أصواتكم ولا تخافوا، أشيدوا باليد، افتحوا للرؤساء لأني أنا الذي أمرت أن يأتوا ويجتمعوا. وأنا الآتي وستأتي الجبابرة يكملوا غضبك يفرحون ويعيدون معا. صوت أمم كثيرة وصوت ملوك وشعوب مجتمع رب الصباوت أمر شعبا مسلحا أن يأتي من أرض بعيدة من أقطار أساس السماء. والرب مع جنوده المسلحة ليهلك المسكونة كلها. والولوا فإنه يوم الرب الجنود قد قرب والانتصار يأتي من عند الله. فلذلك تسترخي كل يد ويزوق قلب كل إنسان وتضطرب المشارف ويقظم المخاط ويتضررون كالتي تلد وينوح الواحد قبالة صاحبه ويتحيرون وتتغير وجوههم كاللهيب. وذا يوم الرب يأتي بغير مغفرة قادم بسخط وغضب ليجعل المسكونة كلها برية قاحلة ليبيد الخضاع منها ككواكب السماء والأوريون وكل زينتها لتعطي نورا.
وتظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يعقمون المهد بسلوسه. ناموس النبي بركاته على جميعنا امير. يكون في ذلك اليوم يقول القرى سيد القرى تغيب الشمس وقت الظهيره واظلم النور على الارض في النهار وحولت عياداتكم ونماذج سيدكم الهائم واجعل على كل حق ومسح وعلى كل راس فرحه واجعل مثل حزن الحبيب والذين معه كمثل يوم الحزن وسياتي ايام يقول سيد الرب اني ارسل غلاء على الارض وليس هو غلاء للخبز او غلاء للماء بل هو غلاء للاستماع الى الرب تتحول المياه الى ارفاع البحر فيبقون من الشمال الى المشرق ويطلبون كلمه الرب فلا يجدونها من باب الاقدس Bye.
Oh,
نصلي بشكر أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك يا ملكوت